الداخلية بعشرة لاعبين يتعادل مع الأهلي 1-1 وتعادل بطعم الخسارة للنادي الأهلي. كابتن شريف، للأسف نتيجة ما تخدمش النادي الأهلي. الشوط الثاني تحسن الأداء بالتغييرات اللي احنا واحنا قاعدين طالبنا دايما نلعب بالفريق، خلاص لازم تثبت التيم بتاعك بنوعية لعيبة هي دي الأساس بتاعك. مفيش شك ان اللعيبة اللي نزلت في الشوط الثاني احدثت فرق كبير جدا في الأداء وفي السيطرة. صحيح، كان من اول ديانج يعني. علي معلول، علي معلول طبعا، وعلي شريف كده، قفشه، محمد شريف. حصل انك انت بقت الكره الثانيه بتاعتك في الشوط الثاني، عرضيات كتير جدا، محاولات كتير جدا، جبت هدف من كهرباء وحسن تصرف وذكاء. جالك الكره دي كذا مره وأضعت، جالك الكره دي كذا مره من كذا لعيب، لكن جات لك كوره برضو اللي هي في شك انها هي ضربه جزاء وكانت على الخط، حسبوها وحاله طرد. دي هنسال فيها كابتن نصر عباس ايه حاله انا علاء قال لك في اول ماتش، احنا انت قلت دخل فينا كام جول؟ في اخر 18 هدف، 11 جول، 18 هدف منهم 8 من الحته دي. كويس، من العمق ده، ودي من العمق برضه، من العمق، نفس الكره من نفس الحته من نفس العمق، بل يعني ابسط شيء ان انا الحته دي ما حدش يجي عندنا، خلاص ده ناقص 6-7 دقايق. اي معلول بياخد الكره عايز يضيع وقت عند عند الكورنر، ما هنا كوره انت ممكن تلعبها وتجيب جول، لسه ناقص 8 دقايق يا كابتن شريف، وجيب جول قوي. لا دي هجمه انت تبتديها تجيب جول، ايوه كان ناقص 8 دقايق لسه، ممكن تلعبها وتجيب جول عادي جدا، وتترد وتتشط تجيب جول ونخلص، نقتل الماتش، لازم تقتل الماتش. التخلي عن المراكز برضه، ما بنجمدش اللعب وما بنعملش، يعني بتتخلي عن مراكز. شادي علاء قال لك مين اللي كان واقف ورا الكوره دي بيغطي؟ طلع شادي حسين اللي بيغطي مكان حمدي فتحي وبيغطي مكان نص الملعب كله. هو كهربا حتى قبل ما يطلع كان في الحته دي مكان علي. كويس، ف الماتش من اوله وبدايته احنا ما كناش تحت طلب الفوز، يعني اللعيبه بتلعب في اول هاف تايم ما فيش هارموني بينهم خالص، الفرقه اللي لعبت اول شوط دي ما فيش بينهم اي انسجام، ما فيش اي بيلت ان، بيلت اب، بيلت اي حاجه انك تبني تروح الناحيه الثانيه، تحاول تعمل فكره اي تصويبات، اي تحركات، اي مساندات، ما كانش موجود خالص. لما اتغيرت اللعيبه وبقى في لعيبه عندها كوره وحرفيه شويه في الملعب ابتدينا نلعب، والفرقه الثانيه على فكره فرقه عندها سرعات وكل حاجه، بس واقفه بتقول لك ايه؟ انا راضيه باضاعه الوقت، انا راضيه انك انا اطلع بنقطه من اللقاء معاك، انا مش ما عنديش في احلامي اكتر من كده، كانت احلامه هتتحقق وهم 10 وكانت في كوره ثانيه هتخش جول بعد الجول اللي جابوه. ده درس جامد جدا لينا، بس ليه احنا بنتعلم بالغالي كده؟ يعني ليه اسهل الامور احنا اللي بنصعبها على نفسنا؟ ليه اسهل الماتشات اللي احنا هنقابل الداخليه المفروض بتقول النهارده كل واحد فينا يقول 2-3 يعني الطبيعي بتاع الاهلي، يعني ليه انت بتودي نفسك في مشكله نفسيه تاني انت مش محتاجها؟ ده انت بالعكس النهارده مباراه النهارده كنت محتاج تاخد ثقه جامده قوي فيها، كل اللعيبه دي كانت محتاجه تاخد ثقه، ومحدش يعني انا مع احترامي محدش اعاقك في اي شيء انك تحقق ده، انت اللي بتعوق نفسك، انت اللي مش قادر، انت اللي مش عارف، انت اللي في حاجه مش مظبوطه. الكره تبقى سهله عشان تلعبها قليب بتتشاط، الكره تبقى سهله عشان تتلعب عرضيه كويس قليب ترجع لورا. معرفش الاحساس بالوقت، الاحساس بالزمن، الاحساس باهميه الفوز، البعد عن الفرق الثانيه، انت بعيد عن فرقه ثانيه كذا بونت، انما بالمكسب بس، انت مش بعيد عن حد الا لما تكسب، انت مش هتبقى متربع على القمه الا بالمكسب،
انت مش هتعمل اي فرق الا بالمكسب. وهتنزل تهني تحت الضغوطات، انت هتلعب افريقيا وترجع بدوري وتلعب وتطلع بره وترجع، وهتبقى كلها 72 ساعه بين كل ماتش، فعندك ضغوطات مع مباريات مع فرق اكتر من كده شراسه. لان كل ما هتقرب يا ايمن الفرق اللي هتهبط هتحارب انها ما تهبطش، الفرق اللي بتنافس هتحاول انها تلحق معاك وتمسك في الجلابيه وهتجري وراك وتعمل كل اكتر حاجه عندهم، وما عندهمش ضغوط على فكره، لحقوك لحقوك، ما لحقوكش خلاص هم عملوا اللي عليهم ومش مطلوب منهم ياخدوا دوري ولا حاجه. فانت بايدك انت اللي بتحط نفسك في المشاكل دي. وعلى فكره الشكل النهارده شكل ككل، حتى انا التغييره الاخرانيه بتاعت كهربا دي بالنسبه لي انا عندي عامل قوي في المنطقه دي ضمنه، انا معايا سلاح في ايدي ضمنه، بيعرف يجيب جول في اي وقت، في عنده حضور في المنطقه دي. ف حاجات كتير قوي، فنيات كتير النهارده، اللعيبه لازم تتفرج على وتشوف الدنيا بتمشي ازاي، مفيش حاجه بتمشي سهله. صحيح. واحنا قلنا كده في الهاف تايم مفيش حاجه هتلاقيها سهله، خلاص لازم تركيز اكتر من كده باذن الله. وفي ايديكم كل حاجه لسه، يعني الدنيا ما راحتش، انما بالمكسب وبالاداء فقط هو ده اللي هيحقق بطوله يعني.